لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات طبيعية مع جيجي. النهاردة هنعمل وصفة لتنعيم وفرد الشعر، مش هتحتاجي لأي استشوار ان شاء الله بالوصفة معانا دي. جميلة جدا، بتنعم الشعر وبتطول كمان الشعر، ده غير انها بتقويه وبتمنع تساقط الشعر. كل اللي هحتاجه النهاردة معايا في الوصفة بتاعتي هو معلقتين من الزبدة، زي ما انت شايفة كده انا هحتاج معلقتين من الزبدة. الزبدة دي بتبقى من مشتقات اللبن، انا مش عارفة هي عندكم في الدول التانية اسمها ايه، بس هي زبدة يعني زي الزبدة الفلاحي كده، او زي الزبدة اللي بتبقى الصفرة. اي نوع زبدة عندك هنستعمله النهاردة للوصفة دي. وهحتاج معايا برضو معلقتين من زيت الزيتون. طيب انا هعمل ايه بقى النهاردة؟ هنعمل ايه؟ هنضيف معلقتين من زيت الزيتون بالشكل ده على الوصفة بتاعتنا، وهبدأ اقلب الوصفة بتاعتي. هنبدأ نقلب الوصفة كويس جدا علشان نمزج المكونات كلها مع بعض، نمزج الزبدة مع الزيت بالشكل ده. زيت الزيتون طبعا مغذي جدا جدا للشعر والبصيلة الشعر، زي ما احنا شايفين كده. انا قلبت الوصفة. هبدأ استخدمها ازاي بقى يا بنات؟ هنبدأ نستخدم الوصفة بتاعتنا دي ان احنا هنغسل شعرنا طبعا كويس جدا. لو في اي كريمات او اي زيوت لازم نغسل شعرنا كويس. وبعد كده هناخد الوصفة بتاعتنا دي هندهن بقى شعرنا وندلك ارضية الراس والفروة الراس، ندلكها كويس باطراف صوابعنا كده. وبعد كده هتجيبي اي كيس نايلون او البونيه بتاعك وتلبسيها، تسيبيه على شعرك من 3 لـ4 ساعات ان شاء الله، واستخدميه مرتين او 3 في الاسبوع. ان شاء الله باذن الله بينعم الشعر وبيخلي الشعر حرير جدا جدا. دي كانت وصفتي النهارده يا حبايب قلبي، يا رب تعجبكم. اذا عجبتكم الوصفه متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشيروه لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مع جيجي للوصفات الطبيعيه. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.